انا ولا بيفرق معايا، انا خاف من مراتي. او انت بتتكلم ازاي؟ واول ما التليفون يرن وشه يضرب الوان ويقول لك خير، اللهم اجعله خير. الو، ازيك يا حبيبتي؟ حاضر حاضر حاضر. بس مش كل الرجاله كده، تعال نشوف ضيفنا عمل ايه في مراته. ايوه. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل. عايزين معانا؟ عايز مروان، اسمح لي. اهلا وسهلا، اتفضل. يا دموزيل، انت انفرمير؟ انت انفرمير ولا شو بالضبط؟ برنامج ولا شوفه؟ قلت لك بدي اي دروب لعيني، عم تجعني. حاضر من الهوا. حاضر يا فندم. سيارتي برا، يلا استرا شوي. انت مسيو، قلت لك جيب لي الاي دروب من السياره، ما جبت لي اياها. هاي نسيو، ما بتحكي؟ كيفك؟ ليش ما بتخليك تحكي؟ اختك؟ ما بتخليه يحكي؟ في اطلب منك شيء؟ شكلك مصري هيك شهم. بدي اي دروب لعيني من السيارة، ما حدا عم جيب لي اياها. بدك تاخذ المفتاح من فالي فار، بجيب شي حدا حد. يا اختي انت شو خاصك؟ ليك شو بدك؟ بتفتش وينو بالي باركينج؟ بالي ما في اطلع، بنات شكلي بتسع شعرات مجنونه انت. انا بدي اطلع؟ مجنونه وين بدي اطلع؟ ام انا اروح؟ ايه اطلع حتى بوال، فيك تطلع. لا لا لا، مش فاهمه والله. يا لا حياتك ممكن تطلعي ونحن نمشي ونعمل ايه لسيادتك يعني؟ اذا بدك تمشي خلاص يعني؟ إذا بدك تمشي امشي، بس جيبي لي الأبراد من السيارة بليز. قبل خدامها عند حضرتي؟ نو، فين بقى؟ العالم مش بيخدموا بعض؟ على فكرة حد في واحد حد بهزر يعني، ما كترش بالكلام. اتفضلي، ما عندي بروح. عايزين بس الأبلكيشن. ليش؟ غير معي؟ لا خليكي خليكي شوي بس سامعة. شو إنك لاقيني؟ هي راح، ما كان جاب لي إياها معه. شو كنت كتبتي؟ راح ولا؟ يعني راح. ليه لاقيني؟ تفضل. دكتور تفضل. عليكم السلام، ازيك؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام. كله تمام؟ اتفضل. بتحب مراتك؟ قوي؟ جدا طبعا. جدا؟ طب بص، احنا عاملينها سربريز النهارده، لانه انا اصلا مش دكتوره. ودي مش عياده، وهنا في كاميرات وانت بتتصور. وده برنامج اسمه شفط دهون. في بنت اسمها نانيتا بره، زميلتنا في الشغل هنا يعني، برده بتلعب معانا. هي المفروض دلوقتي بتعكسك قدام مراتك، واحنا دلوقتي خرجنا نانيتا في نفس الوقت اللي انت خرجت فيه من الاوضه. فهي هتفضل تغلس على مراتك لحد لما تخليها تفيل جلس، وانت تتخانق معاها وهي تتخانق معاك. احنا عايزين انها تفضل فاهمه انه في حاجه حصلت ما بينكم وقت اللي انتوا خرجتوا فيه مع بعض دلوقتي. كأنك منك بصراحة يعني، منك بصراحة اتعصب اي بني ادم. اه والله انا ما بتعصبش بسهولة، بنتي عصبتيني بجد. كسرتي ممكن قصدي، هل انت معصبة؟ هما دلوقتي هيعملوا لك شويه مكياج لطيف كده، هتدخل بيه عليها كده وتفتح زرار الشميز ده شويه، وكانك يعني كنت بره بقى معانا. ايوه شاوي كده. لا يا ابني، بركي زعلت. طب فين لو سمحتي؟ مش دلوقتي الابلكيشن، بس ثانية. ممكن اجي بعد اذنك يعني ولا اعمل ايه؟ لا هي هتدخل عند الدكتور هنا، وانت فين الابلكيشن؟ ادخلي مكان تاني. ما تفتيش على جوزك. انسان روحي، مش بطل كلام كده؟ غريب بصراحة، مش عارف. اتوتر، ها؟ ادخل متوتر وعلقان وخايف، ها؟ انت عامل عاملة، ها؟ مش هينفع، انت بتعمل بس سمير.
فين؟ معرفش فين ده؟ فين؟ وريني. معرفش ما خافش مش عارف ايه؟ ما هو الدفع زي ما تليفوني ده معاك؟ لا برضه. ليه ايه ود ايه التليفون ليه يعني؟ لا هو اخد تليفوني. اخد تليفوني. وينه؟ تصور معايا، بس صورت تليفوني وبحب اتصور تليفون، حد قال لي بعتي لي اياه. هو قال لك كده؟ ايه؟ يعني هو قال لك كده؟ ايه هو قال لي كده؟ لا انا واثقه في جوزي، ما بثقش فيكي انت على فكره، هو عمل كده؟ انت مش قال لي بتتصور معاك، قلت له ما حد صور تليفون. لا انا جوزي ما يعملش حاجه زي كده على فكره. اوعى بس كده وريني. طب بتضحك وبتهزر وبتعمل ايه؟ مفيش حاجة. هو في ايه؟ مفيش حاجة والله تعالى. طب ايه اللي في اخدك ده؟ ما دي تليفوني هلا. ايه اللي قعد فين يعني؟ هلا اتخانقوا بدي سلولاري، اخدت لي سلولاري. خلاص تقعدي هنا ولا تقعدي؟ ماشي. ايه اللي في اخدك يعني؟ مفيش حاجة. امال ايه يعني؟ ايه الراجل في اخدك ده؟ فين؟ مفيش راجل. انت مش شايف مفيش راجل؟ اقعد. مش هقعد والله. دقيقة. خلص تريكا تريكا على حتة. تريكا. عم بحكي كرمالك يعني. ما في برد؟ بقى منها برد. لا ماني بردانة. لا والله واضحة أصلا. مش بردانة مشاوبة. طب ماشي. لا احنا ماشيين يلا. طب روح شوف الدكتور. لا مش مش همشي يلا. بعدهم ان شاء الله. اتفضلهم يا جماعة انا مش هتمشكش. اتفضلهم. ايه يا دكتور في حالة مش عايز تصدق. يلا. شوفي. هتمشي ولا مش همشي؟ انا عايز. ليه؟ مش هسألك ايش؟ سلام. في حاجة يا جماعة؟ ازيك؟ ازي حضرتك؟ اتفضلي. لا مش همشي حاجة شكرا. طب اتفضلي معايا نتكلم. لا احنا ماشيين. لا اتفضلي. لا مش هكشف والله. طب ازاي لما حاجاتنا انا ادفع مش هكشف. خلاص خلاص مش هكشف. مش هكشف لحول ايه يا رب. مش كشف. طب ممكن بس عشان لا حصل. طب ممكن تاخدوه. لا حصل دلوقتي. اتفضل يلا اتفضل بس عشان في انت ده معاك في انت سكرايب مستني. انا ماشي. انا من فوق بس. لو سمحت لو سمحت بس اتفضل. بس اتفضل بس اتفضل بس اتفضل اتفضل بس اتفضل 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 اتفضل. لا والله اللي قاعده جوه دي اللي ضايقتنا بامانه. انا اللي مستحيل اللي قاعده على شمالك وانا هحطك معايا. وانت الروج اللي في قلبك ده ايه سيادتك يعني؟ اللي قاعده على اليمين منزيل ده. طب انا تحبه انا قاعده كويسه بتتكلم عادي يعني. انت واقف باللي انت بيحصل لك ده ولا انت فرحان باللي بيحصل؟ مش حاجه بتحصل يعني. ايه مش حاجه؟ طب انا هسيبكم خمس دقايق واجي. شايفه بتتكلم عادي لو كذا يعني كذا مفيش مفيش حاجة. طب انا ممكن امشي وخليك انت قاعد معايا مفيش اي مشكلة خالص وعيش حياتك وانا امشي مفيش اي مشكلة. ليه؟ يعني هو الراجل قال لي خلاص احنا قدامنا بتاع خلاص هنكشف. هو انا جاي اكشف ولا جاي انا كباريه؟ مش فاهمة. انا مش فاهمة الموضوع يعني. انت مالك حطها في دماغك ليه؟ هي بيت اهلي عشان احطها في دماغك سني. طيب مالها هي؟ هو ايه اللي مالها؟ انت شايف هي عملت ايه؟ عملت ايه؟ قالت لي ان الصور اتصور. والصور بتاع ايه صح؟ يعني ممكن اصور مع اللي قاعدين جوه عادي؟ مش هتغير يعني؟ هي واحده بتقول انتوا مصريين. طب وهي ما هو قاعد جوه ما حدش عارف مع اللي انت عملت معاه وبصك من رقبتك ليه؟ بتكلمك انت. هو ما بيتكلمش غير رجاله بس. تقول لي يا استاذ رد على انت. ما هي مش بتتكلم باسلوب ادب على فكره. حاضر. كلمت رد على طب تحبي حضرتك تيجي نعمل لحضرتك بخار في وشك طيب؟ لا لا. طب مش معقوله تيجي العياده وتبقي زعلانه كده يعني؟ مش معقول. طب فهميني بس مين ده ايه كان؟ ايه اللي حصل؟ عملت لها ايه يا استاذ؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. لا انا هنا عندي كاميرات في العياده. طب ماشي هاتي الكاميرا وشوفي هم عملوا ايه جوه وتتكلمي معايا. جوه فين؟ استاذه رنا. ايه
انا كنت دافعه الابلكيشن. استاذه رنا لو سمحتي من فضلك يا استاذه، انا جيت الكونتر ما كانش فيه. استاذ احمد اتفضل. حضرتك الكاميرات صورت حاجه كده مش مظبوطه، حصلت ما بين الاستاذ ده وفي المدام اللي عامله لنا مشكله دي على طول. ديت مش عارف في دي هنا. طب اتفضل حضرتك. ايه اللي حصل؟ لو في حاجه هو انا كده هضطر اراجعها، ولو في حاجه هنحتاج نعمل محضر. وانا جاي مع حضرتك. لا اتفضلي بس خليكي مع جوزك. انا بس هدخل هدخل كمان عشان البنت. لا انا عايز اشوف برضه. انا انت اتفضلي مش هينفع. بدي سلولاري، جوزك اخد لي سلولاري او ابنك. بس الحافين يلا اتكل على الله بس كده. بعرف لو يلا بس كده. واللي انت عاملاه ايه اللي انت عاملاه ده؟ من فضلك يا حبيبي. انت مش محترمه على فكره خالص والله. ميرسي. بامانه انت مش محترمه. ثانك يو. وانا لحد دلوقتي ماسكه اعصابي مش عايزه اغلط فيكي في مكان محترم. فهزيتي فيها انت حره. بدي سلولاري. شو بك مبلش لوك 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 لوك؟ شوفي مين فاكره حالي. انت بس رايحه فين؟ يلا كده جاي لهون. انا جاي لهون. بعرف لو وين رايحه. شوفي انت عايزه ايه بقى من الاخر؟ بدي سلولاري ماما، اخذ لي سلولاري. ليره؟ طب شوفي بس تروحي فين. مش ليره، سلولاري يعني تليفون يعني موبايل. عايزه موبايله؟ موبايلي مش معي. شو؟ مش معي. ماما مش معك. لا اله الا الله. طب يعني يا حبيبتي مش فاهمه انت عايزه ايه من الاخر، يعني من اخر الليله دي عايزه ايه؟ اخر الليله؟ اه يعني انا مش عارفه بصراحه اعمل معاكي ايه. طب انا بشرح لك. مع حد فانت ممكن تمشي بعد اذنك؟ انا ما بدي اتخانق. وانا بقى هتخانق؟ نو نو، انا بعرف مصريات مؤدبين. ليش هيك عم تحكي؟ لا انا مؤدبه جدا على فكره. لحد دلوقتي انا ما كلمتكيش بقلة يعني أدب. ولو مصريات معروفين قديش محترمين ومذوقين. ولو انا كلمتكيش بقلة ادب انا تزعلي مني. فبعد اذنك اتفضلي امشي. ما انا زعلت منك وخلص. شو بدك تعملي اكتر مني؟ لا اتفضلي اتفضلي. شو بدك تعملي يعني؟ بدي شو هخاف منك انا؟ بركي ضربتي يعني. امشي يعني تفوت دلوقتي ولا يعني ولا اعمل ايه؟ طب خلاص خليك انت معايا وانا بس خلاص. يعني انا ما عم بفهمتيش معصبه هلا يعني؟ يا بتصرخي بوجهي. شوفي انا عايزه فلوس بشر على التاكسي ومش بعد اذنك. طب انت مش هتروحي؟ ما انت مالك انت رحت فين وما رحتش فين؟ انت مالك؟ انا تمام. وانت اصلا زيها بالظبط. لا هو اسمر انا شقره. كيف عم بتشبهي فيي؟ انا اجمل منه. كيف تقولي له زيها؟ وانت شايفه نفسك ان انت جميله؟ قوي قوي. بالنسبه لك مش بالنسبه لي يعني. انت اكيد بدك تغاري مني. كيف بدك تشوفيني حلوه؟ ما جوزك عم يتركك كرمالي عشان هيك مقهوره. ايه؟ جوزك عم يتركك كرمالي عشان هيك مقهوره. بس انه انت ما بتفهمي القصه للاخر. اوعى. طب بس كده طب ما بتفهمي القصه للاخر. ما بتفهميها. ما بدك. مش عارفه بصراحه. انا جايه كباريه ولا جايه عياده؟ انا مش عارفه. هيك عم بتهيني. زي كده بشتغل في كباريه. ما بشتغلش ما بيخشش عيادات محترمه. عم بتهيني الدكتوره صاحبتي. لا بتهينك انت. نوع بتهيني الدكتور عيبه. وفي كاميرا هون عم تسجلك. عيب 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 عيب. تحكي بس. طيب انت كنت هيك عم بتبوزع علاقه بين لبنان ومصر. وين رايحه؟ تعا تعا سرقتوا لي التليفون. شكلكم متفقين. سرقتوا لي التليفون وعامله زعلانه. على فكره مش محترمه خالص. مش محترمه بالمره. لا هي مش محترمه. بني ادمه مش محترمه وهزاها اصلا. مش عارفه هي جايه منين اصلا. خلاص يلا يا استاذ. انت عملت يا استاذ بس عشان بس عايزه افهم ايه اللي حصل دلوقتي عشان انا كده بالنسبه لي حصل. لا اساليها هي ايه اللي حصل يا استاذه. هي عصبيه هي عصبيه. مدام بتكذب يا استاذ احمد. مدام انت بتكذب. استاذ احمد سوري كذابه. استاذ احمد من فضلك حضرتك لازم تيجي هنا. استاذ احمد يا استاذ احمد. يا جماعه في عندي كلاينت بالعياده. ما ينفعش والله. لا طب مش ممكن تخرجيها بعد اذنك يعني من هنا؟ طب اتفضلي يا استاذه. خدي خمسه على مكانك. ممكن تخرجيها من هنا لو سمحتي يا استاذه. من فضلك عملتيلي مشكله مع المدام. قال كلمه ما حلوه اول شيء عني وكلمه ما حلوه على الكلينيك تبعيتك وسرقوا لي التليفون. صراحه دلوقتي ليها حق يعني. لا انا هلا عندي ترشوز بدي تليفوني. هو انت بترقصي كده يعني ولا بتعملي ايه؟ نوع بس. ولا بتعملي استعراض؟ هي اصلا الاستاذه سينجل اصلا. انا مغنيه. So فدلوقتي يعني انا خاطر انا دلوقتي مثلا مغنيه عشان ترقص في الشارع ولا اعملي؟ طب امال ايه اللي انت عامله ده؟ طبعا ايه اللي انت عامله ده؟ حضرتك على فكره تعالي نعمل ديل انا وياكي. تعالي نعمل ديل انا وياكي. مش مع حد والله. تريحي يا استاذه. احنا مش مكان احترام. تعالي نتجوز ناخد الاقامه عشان عندي شغل. ما عم يعطوني اقامه. ما بدي اياه. خليه جوزك الك بس هنتجوز بالورق. باخذ الاقامه وبعطيكي 2000 دولار. هو يا استاذ احمد حضرتك لانه انا بدي اوعى بواحد نصاب يسرق لي مصريات. هيك نعمل ديل حلو. انا بلمت معلش. اعطيكي 2000 دولار 2000 دولار خلينا نشوف. انا بجد مش مصدقه حضرتك.
حضرتك بتضحك على ايه؟ المفروض المدام دلوقتي متضايقه بتضحك على ايه؟ ليه عصبيه؟ ما عم بفهم، ما عم بقول لك شيء. انت مش محترمه، اخر كلمه اقولها لك انت مش محترمه. ثانك يو. انا طب بعد اذنك كده بعد بحكي بس يلا بحكي يلا. لوجيك لوجيك انا ما بتكلمش لوجيك جدا على فكره، وانا زي ما انت قلتي كده انا مش محترمه وكل حاجه. انا ما قلت انت مش محترمه. طب خلاص بقى ساكته، بطلي كلام كتير. انا ما قلت هيك، انت اللي قلتي. واذا بعد هتحطي ايدك عليا ممكن اضربك كف تصيري هوني. يعني لا حضرتك ما تضربيش تعملي كده هنا في العيال. تضربي مين؟ ايدك انتي ما عرفتيني. ليه بتعملي ايه؟ طب بس اقعدي كده، بس اقعدي بس كده، اقعدي اقعدي بس كده. بدي اوقف. شخصي انتي بارده قوي. نو ماني بردانه، مش صحتي اللي انتي بردانه مشوبه. بس يا استاذه يا استاذه عم بعمل ديل انا. شوفي يا استاذه اللي بيحصل ده ما ينفعش. شايفه نفسك حلوه يعني؟ هو ابن. انت شايفه نفسك حلوه؟ هو انا قمر مش حلوه. هو ابن. انتي قمر؟ قمر بالستر. احنا عندنا ابو قمر بالصح. هو اللي لا هو بقى دفع عن بالك شويه. انا مش عارف ايه هو اللي عليها. ولا لا ما انا عايز اتكلم. هو مش اتكلم تقول ايه؟ استنى ايه؟ طب اتكلم مستنيه لما تضربها يعني. طب اتكلم اهو، انا مستنيك تقول لها ايه. لا انا مش واقف خلاص. ايه اهو شو جوات البيت عامل لي عنتر وبيتمشى وبيتغندر؟ لا عنتر كل حته والله. انا بحب الاغنيه دي قوي على فكره. هي عن جد؟ والله. هو انت جايبه ليه؟ لا لا انا اسفه نسيت. انا اسفه يعني انا مش فاهمه. انت على فكره بتخليني انا انت جايه معاها ولا انت جايه معايا؟ والله انا والله انت بالمصري. انت بتقوله بالمصري. انت جبت ورا. انت خايف من جون اشكالي؟ لا هو خايف مني. خايف مني؟ لا استاذ رد عليها. المدام هتتهور. هو بيحترمني على فكره. بدي اقول لك شغله. هو بيحترمني. المدام هتتهور والله. بس رد عليها. رد عليها يا استاذ. دفع عن مراقص. طب خلاص والله ما ينفع تسيب مراقص تتهزق كده يعني. انا مش شايفه ما شفتش كده. ليه ليه بتتخانق؟ انا بقى انا مالي كبير. انا عايز امشي. جيب الدكتوره طلعها بره. لا الدكتوره عادي. حضرتك اللي انت عايزاه تعمليه. انا هشهد معاكي في المحضر يا مدام. يا مدام انا هشهد مع حضرتك في المحضر. ليه بتصرخ روق روق؟ انا ما بعملش محضر. ليه تعمل محضر؟ انا ادعكها بقى. ايوه بالظبط. بس اوعى بس كده. ولا هشهد معاكي والله. هشهد معاكي. لا احنا بقى مصريين مع بعض، وانت اصلا في الاول وفي الاخر كده غلطانه وبتركبي لي عاده غلط وبتقولي دي عاده مش محترمه. النهارده لما اتصور معاكي على الفيسبوك على الانستغرام انا يبقى عندي مشكله صراحه. ما ينفعش. خوفتيني. خوفتيني. اعملي فيها اللي انت عايزاه وانا هقعد معاكي. انا بقول لك هيك عادي عشان انت مش قادر. عندنا بلبنان اي بنقول هيك. مش عارفه انت ليه ساكت يعني. ما مش عايز مستنيني ان انا سبتك يعني. ممكن بس صح هي تضربها احسن. تطلعي بس لكاني كيف عم تدبشيني. فاكره حالي. فاكره حالي مين؟ مين فاكره حالي؟ عنتر. عارفه يعني انت عنتر هو عقله مصطفى. ليكي عم تشوفي حاجه؟ يعني انت عم تشوفي حاجه يعني؟ ايه؟ ليكي غلط في حاجه؟ لكي ايدك ما تمديها يا حبيبتي. انا حد مدتش بتقول ما تمد ايدي لحد دلوقتي. ما مدتش ايدي. شو هتطلع لي سكيني وتعملي لي عبده موتة هلا؟ شوفي لو بتحب بشوفي. شو عم تخنقيني؟ شو مجنونه؟ انت بتدافع عنها برضه لسه؟ طب اسمعي اوعى بس كده. عيب بتدافع عن مين؟ عيب. طب خلاص انت ممكن تتكلم معاها وتقول لها اطلعي بره. حاضر. طب قول لها اطلعي بره. قول لها مش قادر تقول لها اطلعي بره؟ مين قوي ليقول لها؟ مين قوي؟ شو انتوا ساحبين فيني؟ انا تعبت من الكلام بقى. انا تعبت من الكلام. طب لا تضحكي كتير. اقعدي يا حبيبتي. طب تعالي. طب تعالي يا فندم. يا فندم طب بصي لي انا. طيب والله حضرتك غلطان في حقها جامد. ربي الكعبه والله تاني. انا ما بحلفش كده. حضرتك هنقول لها طيب مش كده. والله محضر بمحضر. ليكي حق. انا مش محترم. صح وانا هشهد معاها. بس حضرتك تعالي. تعالي اتفضلي. طب شو بدك تقولي بالمحضر؟ هتضربك. بدك تقولي جوزك تركني تركي كل حقني. طب انا شو ذنبي؟ ولما تضربك ولما تضربك والله هدافع. ليش هي بقى تضربني؟ بركي انا دعوستها هلا مثلا. انت ويا حطيتكم فوق بعض عملتكم كبنيه. لما تضربك هتضربك وانا هدافع. مش هدافع عنك. ممكن اعملكم كبنيه انتوا اتنين. انت ممكن تعملي اللي انت عايزاه. بعمل عليكم سحر فتوش. مستفزه جدا ومش محترمه. وانا جوزي طبعا مروحه في البيت تعمله. مش متوقعه. انت انا وشها ماشيين. مين؟ ايوه. ما دفعش عن مراتك. هي مش محترمه. بركي بحبس لك ايه هو كمان. طب انت بسال فيه كده ليه؟ يا ريت انت رايحه فين؟ اوعى بقى كده. اوعى بقى. هو اللي كلمني. اوعى بقى. خوعي غلط. معلش. طب ماشي. انا انت مستني. مش بقول لك اقعد. لا مش هقعد. انا بقول لك اقعد. لا مش هقعد. مش قادر. يلا. انت بارده قوي على فكره. والله انت ما حلوه ولا حاجه. والله انت ما حلوه. والله ما حلوه. واخد نفسك بس ان انت حلوه. ما بقى تقولي له زيها لانه هو اسمر وانا شقرة عم بتضايقيني. ما بحب حدا يضايقني. انت شو اسمر؟ انا بقى هضايقك. شو اسمر؟ انت اللي بتدافع عنها برضه. انت مش محترمه. ليه بتقول لي زيها؟ كلامنا احنا في البيت مش كلام هنا. طب خلاص خليها تضربها عشان خاطر
عشان هو عم حاجه وحشه قدام الناس. والله انت ما عندك دم. ده بيحصل. مش انا هتكلم معاه. والله انت ما عندك دم. انا هتكلم معاه. اعرف اللي بيحصل ده وانت فرحان بيه. انا هتكلم معاه. اتكلم معاه وريني. انا اتكلمت معاه. وريني تتكلم معاه ازاي؟ وريني انا همشي. واحد بيتخانق عليه اثنين ستات وسيادتك فرحان وانا هنا عيالتي بتتخانق والناس قاعده بره وبجد بيضحكوا عليا الناس فضحتوني. فاهمه مره اللي انت بتعمله ده غلط؟ لا اله الا الله. ليه في بره يعني؟ فاهمك قدامي ما انت مستكت. بس كل انت بتضحك. انت بتضحك. كل ما تتكلم معاها تتكلم معاها. هي مستويه ليه؟ عشان هي مصريه. ليه يا الله ما انا عشان هن اتنيناتهم مصريات. انا لو منها همسك هضربها على الاقل. انت خليك انت معاها وعيش حياتك. طب خليك خليك انت معاها. اوعى تتكلم. بقولك ايه بقولك ايه بصي 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 مفيش كلام معايا. انا ده مقلب. كاميرا هنا عادي بسرعة. سلام يا جماعة. والله العظيم لعبتيني والله. والله بس خلاص تعبتني والله. انا قلبي وجعني كتر الكلام. بصي احنا اسفين سوري هو خاف من البيت على فكره. ممكن هنا تبصي للكاميرا وتقول لهم ان انا موافقه على عرض البرنامج دلوقتي. موافقه على عرض الحلقه.